خلينا نكمل على كل حال، لان بقى خبر حلو امبارح كان التعادل او تعادل ليفربول مع استون فيلا في جوله القبل الاخيره من البريمير ليج. الناس شافت ان كده كده ده سكور مش وحش، ان ظهر فيه محمد صلاح برده مع لقطه، ما اعرفش انت شفتها ولا لا، بس لما حط صور طلعت كان السوشيال ميديا بيحتفل بعد مع كده. مراته ومع بناته بنهايه الموسم. ليفربول حقق المركز الخامس في جدول الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطه تحديدا. امبارح كمان حقق محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو اللاعب طبعا او لاعبي ليفربول رقم قياسي بتقديم صلاح تحديدا 12 تمريره حاسمه لفيرمينو خلال مشاركتهم معا في مباريات الدوري الانجليزي مقابل 13 تمريره من المهاجم البرازيلي لمحمد صلاح. دي بلغه الارقام وده النتيجه او دي النتيجه النهائيه، لكن في الاول وفي الاخر طبعا كنا نتمنى ترتيب افضل طبعا لليفربول ده فور شور، لان طبعا ليفربول برضو من الانديه اللي تستحق ان هي تكون في مكانه افضل من كده، فبالتالي لهذا المركز لا يليق الى حد كبير. خصوصا هنقول يمكن ليفربول في بدايته هذا الموسم العكس بقى ما كانش ايوه افضل شيء، ابتدى في الفترات الاخيره والماتشات الاخيره يلعب ويطور في الاداء بشكل كبير جدا، كنا نتمنى يقدر ان هو يحقق على الاقل مركز افضل من الخامس يعني. بس على كل حال اكيد هينتفضوا عن الوضع ده، لانه اكيد برضو وضع غير مرضي لا بالنسبه للنادي ولا للعيبه ولا للجماهير وطبعا في كل مكان.